السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة هكلمكم عن مرض كلنا عارفينه، وأكيد أو معظم الأسر فيها مريض أو أكتر بيعاني من هذا المرض أو من مضاعفات هذا المرض، وهو مرض السكري. سبق وعملت فيديو عن تعريف مرض السكر، وقلت فيه إن مرض السكر، ارتفاع السكر في الدم، ليس مرض في حد ذاته، وإنما هو عرض من الأعراض التي تنتج عن شيء اسمه insulin resistance، يعني مقاومة الإنسولين، إن الجسم، خلايا الجسم تصبح مقاومة وغير حساسة للإنسولين. يبقى الإنسان البنكرياس عنده بيفرز إنسولين، لكن خلايا الجسم لا تتعامل أو لا تعرف أن تتعامل مع هذا الإنسولين، نتيجة إن أصبح عندها نوع من المقاومة لهذا الإنسولين. هكلمكم عن جزئيتين، ايه هي الانواع بتاعت هذا المرض وايه هي الاعراض، وفي الفيديوهات التالية هنتابع ان شاء الله المضاعفات والعلاجات، فتابعونا ان شاء الله. واللي يحب يحط اي سؤال او استفسار يقدر يحطه تحت في التعليق، او يروح للموقع بتاعي اللي انتوا عارفينه arafil.com ويحط الاستفسار هناك مع الصور مع التحاليل، واحنا باذن الله ربنا يقدرني واعرف اجيبكم. مرض السكر ثلاث أنواع، ولكن عمليا بنقول نوعين، لأن نوع منهم 5% أقل من 5%، والتاني المشهور أكتر من 95%، والباقي إيه؟ حاجات نادرة جدا. النوع الأول نتيجة خلل في المناعة autoimmune disorder، بينتج عن هذا الخلل إن الجسم بيهاجم خلاياه، الجسم بيهاجم خلايا معينة في البنكرياس التي تنتج الإنسولين، وبالتالي يفقد البنكرياس القدرة على إنتاج الإنسولين، وبالتالي الجسم ميبقاش فيه إنسولين، فيرتفع نسبة السكر في الدم نتيجة نقص هذا الإنسولين، وده بيبتدي في سن صغيرة قبل سن 20، وطبعا محدش بيقدر يتوقع ومحدش يقدر يمنعه. وسبب هذا الخلل المناعي غير معروف او غير مفهوم بصورة تامة، والعلاج طبعا هو اعطاء الانسولين العمر كله. ليه؟ لان الجسم ما بيطلعش انسولين، وده التايب 1 او النوع الاولاني، وبنسميه انسولين ديبندنت لانه بيحتاج انسولين دايما، وزي ما قلنا 5% الحمد لله او اقل، فهو انسولين ديبندنت ومحدش يقدر يمنعه، وملوش حل غير ان الواحد ياخد انسولين العمر كله. اما النوع الثاني فهو المشهور، وهو اللي يهمنا، وهو اللي بيمثل القطاع الكبير من مرض السكر، ويمثل اكثر من 95% من الحالات، وهو مرض يتميز بان الجسم ينتج انسولين، لكن المشكله ان خلايا الجسم لا تستخدم هذا الانسولين او لا تستطيع. ليه؟ نتيجة حاجة اسمها insulin resistant، يعني مقاومة الانسولين، ينتج عنه ان الخلايا لا تستطيع اخذ السكر من الدم والاستفادة به، وبالتالي بيظل مستوى السكر في الدم مرتفع. وطبعا هذا النوع من المرض يعتبر preventable، ممكن يمنع وممكن الوقاية منه، وهو non-insulin dependent، يعني مش محتاج انسولين لان الجسم already فيه انسولين، وانما الانسان بياخد علاجات اخرى تخلي الخلايا تعرف تستفيد من هذا السكر الموجود في الدم. ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تجيلكوا الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وحاولوا تعملوا شير.